صار لي أكثر من سنة ولله الحمد أشتغل عن بعد خلف من خلال هذا الكمبيوتر وهذه الشاشة اللي من خلفي. أسست 5 أعمال تجارية حاليا ولله الحمد عندنا 16 موظف يعمل عن بعد في 4 دول مختلفة. لذلك يا عزيزي قررت أني أخصص لك فيديو أوكي أشرح لك أهم الوظائف اللي وظفنا الناس فيها عن بعد. هذه الوظائف دفعنا للناس فيها مبالغ أعتقد أنها عالية، وأعتقد أن رواتبها جدا عالية للعمل عن بعد. يعني أنت تعرف دائما رواتب للناس اللي تشتغل عن بعد تعتبر أقل من الرواتب اللي الناس تشتغل على أرض الواقع، لكن صدقني لما أقول لك أنه هذول الناس ما استغنينا عنهم حتى وهم يشتغلون معنا عن بعد دفعنا لهم رواتب عالية. في هذا الفيديو راح أشرح لك 5 وظائف ممكن تشتغل عليها عن بعد، فتابع معي وحياك الله. هذه فترة تعتبر جدا عصيبة، أزمة اقتصادية عالمية، هنالك ناس تعتمد على الأجر اليومي، وهذا شيء مخيف إنه في ناس تعتمد على الأجر اليومي لتلقي قوتها ولتلقي فلوس اليوم عشان تعيش، وهذا شيء مخيف جدا لأن أغلب الدول الآن تحت حصار وتحت حظر تجول. فهذا الشيء يدعو إلى أنك تمسك اللابتوب وتحاول تلقى لك مصدر دخل عبر الإنترنت. حلو؟ طبعا زي ما تعرف أنا أدرب الناس لتأسيس أعمال تجارية عبر الإنترنت، لكن تأسيس الأعمال التجارية يحتاج إلى مبلغ، يحتاج إلى كابيتال، يحتاج إلى ستارتوب كوست، وهذا الشيء مو كل الناس موجود عندها هذه المبالغ. لذلك إذا ما تقدر تأسس عمل تجاري على الإنترنت تقدر تتوظف عمل تجاري على الإنترنت، تفهم السالفة أكثر، تجمع لك مبلغ معين، وبكرة بإذن الله تروح تفتح عمل التجاري حقك. وهذا اللي صار معنا في كثير مع موظفين اللي اشتغلوا معنا. كثير منهم علمناهم شلون يشتغلون معنا على المتاجر الإلكترونية فأسسوا متاجرهم الإلكترونية الخاصة. كثير ما احنا اشتغلوا معنا في الأكاديمية وشافوا كيف احنا نسوي دوراتنا في الأكاديمية فقاموا بتأسيس دوراتهم الخاصة. فأفضل طريقة أنا أتوقع لك أنك تتعلم أنك تتوظف عند ناس سبقوك، أو أنك إذا تبي تأسس عمل تجاري أنك تتوظف مع ناس سبقوك في هذا الشيء. لكن تعال نتكلم على 5 الوظائف اللي مهمة في العمل عن بعد، وما في أي عمل تجاري يعمل عن بعد إلا ويحتاجها. أوكي؟ أولاً اللي هو المساعد الشخصي. المساعد الشخصي إذا فادي ومنى تسمعونا في هذا الفيديو أذنكم أكيد أنكم تسمعونا، أشكركم جداً، أنتم أكثر شخصين اعتمدت عليهم في المساعدة الشخصية. المساعد الشخصي وش وظيفته يا عزيزي؟ طبعاً زي ما أنتم تعرفين أنا عندي يوتيوب شانل، عندي أعمال تجارية على الإنترنت، عندي أكاديمية، عندي طلاب، عندي 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 تويتر، عندي هذا. إذا أنا بشتغل على كل هذا بنفسي راح أضيع وأضيع الناس معي. لذلك عندي ناس اسمها مساعد شخصي. المساعد الشخصي هذا وش يسوي؟ المساعد الشخصي يا طويل العمر يقوم بمساعدتي في إدارة أعمالي اليومية. حلو؟ فهذول الناس كل اللي عليهم انهم يكونوا موجودين دائما معي على مدار الساعة، يكونوا متواصلين معي عن طريق الايميل والواتساب، وغالبا انهم على الواتساب واتواصل معهم على مدار الساعة، اتصل عليهم تليفون، اكلمهم باي وقت، اقول لهم ابغاك تسوي لي 1 2 3 ويسوي لي 1 2 3. وش المهارات اللي لازم تكون موجودة في المساعد الشخصي؟ على حسب خبرتي والاشياء اللي تعلمتها، كل ما كانت مهاراتك اكثر كل ما زادت اجرتك اكثر. فخلني اعلمك. اذا انت مساعد شخصي تقدر تساعدني انك ترفع دوراتي على الأكاديمية، ترفع فيديوهاتي على الأكاديمية، هذه مهارة أكثر. إذا أنت عرفت تكتب لي الخطابات، تكتب لي الإيميلات، تكتب لي الإيميل، إذا كنت تعرف تكتب الإيميلات وهذا شيء مهم انك تعرف تكتب لي خطاباتي، إيميلاتي، تتواصل مع الناس، إذا لك خبرة في نظام التجارة الإلكترونية في السعودية، إذا لك خبرة في تأسيس الأعمال التجارية على الإنترنت، إذا لك خبرة في أي شيء تقدر تساعدني فيه. تساعدني في التواصل مع وزارة التجارة، تتكلمهم بالتليفون، تقول لهم والله أنا أبغاك كذا 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 كذا. كل هذه الأعمال لازم تنجز باحترافية تامة. شلون تصير مساعد شخصي؟ زي ما قلت لك لازم تكون متقن لمهارات التواصل، تعرف تتواصل مع الشخص اللي أنت راح تشتغل تحته، راح تعلمه بالضبط
وش هو اللي يحتاجه، راح تحاول انك تساعده في قدر الامكان، تكون متواجد قدر الامكان. اذا كانت عندك مشكله انك تكون متواجد قدر الامكان، انا ما اتوقع ان المساعد الشخصي شيء يصلح لك او وظيفه تصلح لك. طب كم الراتب اللي ممكن تتقاضاه كمساعد شخصي؟ طبعا بحكم انك تعمل عن بعد لا تتوقع انك تتقاضى راتب جدا عالي، لكن كل ما زادت مهاراتك كل ما تقدرت على انك تتناقش اكثر من ناحيه الرواتب. فحاليا عندنا مساعدين شخصيين يتلقون 7000 الى 10000 ريال شهريا. ليه؟ ثاني وظيفه يا عزيزي اللي هي البرمجه، وخصيصا يا اخوان للناس اللي تعرف تبرمج على الوورد بريس، تعرف تبرمج على الووكومرس، تعرف للشوبيفاي، تعرف على كل المنصات هذه المهمة، متجر الكتروني، تعرف تسوي موقع الكتروني، تعرف تأسس لي عمل تجاري على الانترنت تقنيا، فأنت مطلوب وتتقاضى الأموال العديدة. طبعا في عندك نوعين، تقدر تكون مستقل بحيث انه يندفع لك بالمشروع، يعني مثلا تقول والله انا بأسس لك يا عبد الله فوزان أكاديمية على الانترنت وبتقاضى عليها هذا المبلغ، اوكي؟ أبتقاضى عليها هذا المبلغ، يعني بأسس لك الأكاديمية وبمنك 30,000 ريال. كذا أن تكون مستقل، حلو؟ وما تشتغل بالساعة وتشتغل بالوظيفة. أما أنك تبي تقول والله أنا بأسس لك أكاديمية ولكن أشتغل معك على الدعم الفني وبجلس معك وما راح أتركك وبأجلس معك طول الفترة هذه، لكن أبي أشتغل معك براتب شهري. وفي بعض الناس يعتبر هذا أفضل لأنه يعتبر دخل شهري ثابت وما يتغير، فلك الطريقتين هذه. الناس الحمد لله اشتغلوا معي بالطريقة الأولى والثانية، والحمد لله الناس اللي دائما تشتغل معي على اللونج تيرم ويشوفون نظرة بعيدة في العمل هذا يدري أن الموضوع في بدايته ما راح يتقاضى العمل الفلوس كثيرة، لكن كل ما احنا طلعنا فلوس أكثر كل ما بدينا نعطي نشارك هذه الأرباح أكثر. في أشياء لازم تنتبه لها قبل لا تصير مبرمج عن بعد، اللي هي تجهز بعض المشاريع اللي عرضها للعملاء، يعني تجهز بعض المشاريع، مو على طول كذا تقول انا والله انا عارف اسوي برمجه عن بعد، عارف اسوي لك موقع عن بعد، لا، دائما العملاء يبون يشوفون وش انت سويت قبل، فهذا شيء جدا مهم وحاول انك تركز عليه. الناس تبي تشوف انت وش سويت قبل. تجهيز الخدمات المقدمه من خلالك، يعني وش الخدمات اللي انا بتقدمها لي كمبرمج عن بعد تشتغل معي؟ والله تقول لي انا محترف في الوورد بريس، انا محترف في الشوبيفاي، انا محترف في كذا، لكن الاشياء الثانيه هذه ما اعرفها، ما اعرف كذا، ما اعرف كذا، ما اعرف كذا، كذا بنرتاح بالتواصل انا وياك، بنرتاح كيف نتخاطب، اوكي؟ واخيرا وهذا شيء جدا مهم للناس اللي تبي تبرمج عن بعد، انه يكون عندك اليه للعمل. فمثلا اليوم وقعنا انا وياك، اليوم انا وياك اعتمدنا المشروع، وش بيصير؟ متى بتجلس معي؟ كم الجلسات؟ كم مدة كل جلسة؟ تجهز لنا يا طويل العمر طريقة معينة للتواصل، كيف متى بنتواصل؟ وش الأوقات اللي أتواصل معك فيها؟ وش الأوقات اللي ما أتواصل معك فيها؟ كل هذه الأشياء راح تريحك وتريح صاحب العمل هذا بشكل كبير. ثالث وظيفة نتكلم عنها إدارة وسائل أو قنوات التواصل الاجتماعي، تصميم محتوى للسوشيال ميديا، كتابة محتوى للسوشيال ميديا. هذا الشخص خبير في البحث عن المواضيع التي تجذب الناس. هذا الشخص يعتبر من أكثر الناس يتقاضى مبلغ معنا في إدارة السوشيال ميديا. ليش؟ لأنه هذا الإنسان هو مفكر صانع إبداعي. فكل ما كنت صانع إبداعي في إدارة المحتوى، أنك تحاول تطلع مواضيع جديدة، تحاول أنك تطلع أشياء جديدة، كل ما زاد الطلب عليك، كل ما دورناك قاعد نقول تكفى لا تتركها. واخيرا انك تتفاعل مع الجمهور، تعرف اذا عندك اربع وسائل التواصل الاجتماعي تبي واحد يمسك لك يمكن قناه من القنوات هذه ويصير يتفاعل مع الجمهور حقك. رابع وظيفه بنتكلم عنها وهذه واحده من اهم الوظائف اللي عندنا، اللي هي الدعم الفني، سواء الدعم الفني للمتاجر الالكترونيه، للتطبيقات، المواقع. الدعم الفني بكل بساطه هو انك تتعلم على البلاتفورم اللي يستخدمونها الناس اللي موظفينك. يعني الناس قل والله انا وش وظيفتي؟ انا وظيفتي والله اعيد الباسوردات، اضبط الايميلات، اخلي الناس تدخل على الدورات، احاول اخلي الناس تدخل على موقع حقك. كل انواع وسائل الدعم الفني مطلوبه ومطلوبه عن بعد بشكل جدا كبير. وعندي نصيحه للناس اللي تبي تشتغل دعم فني عن بعد، دايم افهم الشغله اولا بعدين ناقش كم تبغى، اوكي؟ افهم وش آلية العمل. كثير من الناس، وهذا الناس انا احاول اني اتجنبهم، انه على طول بده يقول لي والله ابي منك 5000، ابي منك 6000. طيب انت ما تدري انا وش قاعد نتكلم عنه، احنا وش نوع الدعم الفني اللي نحتاجه. اذا ما انت صبرت وبديت تاخذ معلومات اكثر وبعدين تاخذ معلومات هذا، بعدين تبدا تتناقش. وبعدين بعطيك نقطه مره مهمه، احنا علشان تخليك محترف في الدعم الفني عندنا في اعمال التجاريه حقتنا، تحتاج الى 3 شهور تقريبا علشان تفهم ان احنا وش قاعدين نسوي. فخلال الـ3 شهور هذه
اذا تعلمت واحترفت تحاول انك تناقش السالري حقك. فمثلا ارضى ب 1000 و2000 ريال، بعدها قل انا والله فهمت الموضوع يا جماعه، انا طيحت الموضوع هذا من عندكم، صرت اساعدكم، صرت انفذ لكم، صرت هذا، الحين يمديك تطلب راتب اعلى وتطلب مبلغ عالي اكثر. مثلا وهذه اكثر وظيفه احتجناها من اليوم الاول بدينا فيها في الاعمال التجاريه، اللي هي التصميم، سواء بوسترات، جرافيك ديزاين، سوشيال ميديا، لوجوات، كل هذه الاشياء كنا نحتاجها، والحمد لله عندنا مصمم صار يشتغل معي الى الان 3 سنوات على راتب معين، ولا في يوم من الايام افكر اني اتخلى عنه، وهذا واحد من اهم الاشياء واهم الوظائف. طيب هذه 5 وظائف تكلمنا عنها، الآن تعال بعطيك بعض النصايح على هذه الوظائف. أولا لا تقبل بعمل تحس أنه رخيص بالنسبة لك، يعني لا تقبل بعمل، يعني مثلا واحد جاء قال لك أبيك تصمم لي متجر إلكتروني، وقال لك حدي والله أدفع لك 200 ريال، إذا أنت تحس أنه هذه 200 ريال على القدرات اللي تبي تقدمها، على الشيء اللي تبي تقدمه جدا رخيصة، لا تقبل فيه، لا تقبل فيه. مو معناها أنك أنت بكثر حاجتك للفلوس راح تقبل في كل شيء، لا، حاول انك تبحث عن ناس تعطيك حقك وتعطيك قدرتك على حسب عملك. اذا انت والله خبراتك قليله او انه قدراتك قليله، لا تطلب مبلغ عالي. اتاكد انك دائما تعرض اليه عمل واضحه، شلون احنا بنبدا وشلون احنا بننتهي، شلون بنتناقش وشلون بنتكلم مع بعض. حدد المخرجات بطريقه واضحه جدا، وهذا شيء مهم جدا. يعني انا الحين لما اوظفك وش بيجيني؟ وش الخدمات اللي بتقدمها لي؟ وش الشيء اللي اتوقعه منك؟ لانك اذا انا تاكدت انك انت تعرف هذا الشيء اللي انا متوقع منك، تكون جدا اليه التخاطب بيني وبينك جدا سهله، وكذا ما راح نتهاوش ولا راح نقول لا والله انا وظفت الشخص الغلط، ولا انت تحس انك توظفت عند الشخص الغلط. خليك مرن جدا، خليك جدا 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 مرن، حاول انك ما تكون مره على قولتهم، لان العمل عن بعد يتطلب انك تكون مرن، فلذلك كن مرن. بس اكيد يجي في بالك، وهذه شيء دائما انا اتضرب في بالي، شلون اضمن حقي؟ شلون يا عبد الله اضمن حقي؟ شلون ادري انه هذا صاحب العمل؟ شلون ادري ان انت يا عبد الله الفوزان واصحاب العمل الاخرين ما راح يسحبون علي؟ كلها طال عمرك عن طريق منصات التوظيف عن بعد، في منها اللي بالعربي او تدعم اللغه العربيه واللي فيها ناس بالعرب، اللي هو مستقل وبحر تيلي وورك وخمسات، اوكي؟ خمسات الاخير هذا إذا أنت عندك خدمة تقدر تسعرها مبلغ معين فرح الخمسات، مثلا تقول أنا بصمم لك لوجو أبي منك 50 دولار أو أبي منك 100 دولار، فهذا خمسات تروح له، أوكي؟ أما إذا كنت تجيز اللغة الإنجليزية وفي أبورك وفايفر وفريلانسر، أبورك وفايفر فريلانسر، وكل الروابط لهذه المنصات حقت التوظيف عن بعد راح أحطها تحت. بإذن الله راح أخصص فيديو شلون تقدم، شلون تلقى وظائف موجودة عن بعد. إذا شفت إنكم متفاعلين أكثر وحابين هذا الفيديو وحابين إنكم تشوفون أكثر، أرجوك علمني عن طريق كتابة، تحط لي لايك على هذا الفيديو وتكتب لي تحت في الكومنتس بالضبط وش تبيني أشرح لك، وش تبيني أشرح لك عن التوظيف عن بعد، وش تبي تعرف عن التوظيف عن بعد. إحنا في أيام قاسية يا أخوان، أبغى أساعدكم، أبغى أقدم. يعطيكم ألف عافية، أتمنى هذا الفيديو أعجبكم، وشكرا، نشوفكم على خير.